حتى واحد ما نجح باش يديرها اللي احتاج التيك توك. مليار ديال المستعملين كيدوزوا على الاقل ساعه ونص في 2016 واحد الدوبيولوجيست حط بزاف ديال الفيران في واحد الكاج ودار فيها بوطونه. فاش كيوركو على البوطونه واحد الكابتور كيحفز لهم الدماغ باش يفرز لهم الدوبامين اللي هو هرمون ديال السعاده. كل مره شي فار كيورك على البوطونه كياخذ واحد الجرعه ديال السعاده اللي كتكون لحظيه. الدوبامين هو الهرمون اللي كيخلينا نحسوا بالبليزير فاش كنكونوا في شي علاقه جنسيه ولا فاش كناكلوا ولا فاش كنستعملوا لا دروغ. من بعد الفيران ولاو بزربه مبليين بهذيك البوطونه غير كتسالي لهم هذيك الجرعه ديال البليزير كيوركو بزربه عاوتاني باش ياخذوا الجرعه ديال البليزير مازال. لدرجه ما بقاو لا كياكلوا لا كيشربوا لا كينعسوا. من بعد لي سونتيفيك خرجوا بزربه من ديك الكاج حيت كانوا غادي يموتوا، حيت الحاجه الوحيده اللي كانت كتهمهم هي ديك البوطونه كل مره كانوا كيوركوا عليها. وتخيلوا معايا كل فرفة في هذا العالم كيورك على بوطونه شي واحد كيربح الفلوس، الحلم ديال كاع لي زونتربريز، تخلي المستهلكين مدروكين بلا ما يحسوا براسهم مدمنين. حتى واحد ما نجح باش يديرها اللي احتاج التيك توك. مليار ديال المستعملين كيدوزوا على الاقل ساعه ونص في تيك توك ولا مدمنين بسبب داكشي اللي دارت لهم في الدماغ. كل مره كتدخل تيك توك كتبقى طالع نازل كيفرز لك نفس الجرعه ديال الدوبامين اللي خلى دوك الفيران لدرجه كانوا غادي يموتوا في ديك الكار. الموديل الاقتصادي ديال لي ريزو سوسيو كيعتمد على حاجه واحده هو الانتباه. ما كنخلصوش فاش كنستعملوا لي ريزو ولكن كنخلصوا بالوقت ديالنا. دور ديالو هو يحدد نقط ضعف في علم النفس ديال البشر ويلقى الطرق باش يستغلها باش يمتص القدر الممكن ديال الانتباه وكيخلصوا الملاير على هادشي. كل ريزو طور واحد الالغوريثم خاص به، مجموعه ديال واحد القواعد ديال الانفورماتيك كيعزل الى كونتوني غادي يوريك كيضربوا من شحال هادي باش شكون اللي غادي يطور احسن الالغوريثم باش يحدد بالضبط الى نوع ديال الكونتوني اللي انت باغي تشوف. فيسبوك يوتيوب انستغرام هادو كاملين دي ريزو اللي كيخليو الناس مدمنين ولكن حتى واحد ما نجح بحال تيك توك. واخا راه تيك توك ما عندوش الغوريثم احسن من الاخرين ولكن هو اللي كيستعملو بزاف. فاش كتدخل يوتيوب كتعزل الفيديو من بزاف ديال الفيديوهات اللي كيقترحوا عليك وهادشي على حسب الى ميناتور عجباتك. ديزاين ديال تيك توك هو العكس ديال هادشي تماما. الوقت اللي كتدخل ليه كتكون ديجا كتستهلك في الفيديوهات اللي عزلوا لك تشوفهم، يعني رجعوا الكونسوماسيون ديال الكونتوني اوتوماتيك، خلاو لك الحريه في حاجه واحده هي تسوايبي باش تشوف الفيديوهات اللي تابعين. سوايبي الفوق كيبان لك وحدين كيشطحوا، زيد سوايبي مازال كيبانوا لك شي حيوانات كيديروا شي حاجه في شكل، عشان كتزيد طلع كيبان لك شي كوميدي كيضحك. الساعه من بعد كتلقى راسك ما شفتيش الوقت داز، حيت ما كيكون عندك حتى شي خيار واعي الوقت اللي هما كيصيفطوا لك ما لا نهايه ديال الفيديوهات قصار ومحفزين باش هما يختبروا السونتر ديال الاهتمام ديالك. كيفرض عليك الفيديوهات اللي هو بغاك تشوف باش يتستك من جميع النواحي باش يعرف شكون انت. كيدير الاناليز ديال لي كونتاكت، لوكاليزاسيون ديالك، ليستوريك، شحال ديال الوقت كتبقى تفرج فيديو قبل ما تدوز لوحده اخرى، واش درتي لايك، واش ما درتيش، واش دوزتي الوقت بقيتي كتقرا في لي كومونتير، واش درتي فولو ولا صيفطتي فيديوهات لشي وحدين اخرين. وماشي بزاف ديال الوقت كيقدر يحدد اين ذوق ديال الموسيقى اللي كيعجبك باش تعزز عليك الضحك حتى الحاله ديال الصحه العقليه ديالك. الوقت اللي كدوزو في لابليكاسيون كدرب تيك توك باش يفهمك مزيان، داكشي علاش داين واحد الباج خصيصا ليك اللي سميتها فور يو. تيك توك احسن من لي ريزو الاخرين حيت كيجبر على المستهلكين ديالو باش يكونوا فضوليين، هادشي اللي كيخليه ديما رابح لي زابليكاسيون الاخرين. الوقت اللي كتشوف شي حاجه عجباتك كتاخذ واحد الجرعه ديال الدوبامين، وفي نفس الوقت فاش كتطلع لك شي حاجه اللي انت ما قلبتيش عليها وخا كاك عجباتك كتاخذ عاوتاني جرعه ديال الدوبامين ولكن هذه المره كتكون اكثر، حيت المكافاه اللي كتكون ما متوقعهاش كتبروفوكي واحد النشاط كبير في المناطق الدماغيه. هادشي اللي كيخلي حتى فاش كتشوف شي حاجه ما عجباتكش كتاخذ واحد لا دوز ديال الدوبامين. الناس اللي عندهم ادمان ديال القمر ماشي حيت كانوا كيربحوا كل مره ولكن حيت كل مره كيلعبوا يقدروا يربحوا الجاك بوت ولا لا، امل هو اللي كيخليهم يبقاو يلعبوا. وهادشي اللي كيخلي الكازينو في ميريكان كيدخل بزاف ديال الفلوس اكثر من البيسبول والسينما. هاد المكافاه كتكون متغيره الادمان كيكون اكثر. ادمان كيبدا فاش عقلك كيحدد الاشاره ديال صبعك فاش كيبدا يسوايبي وفاش كيسمع الموسيقى اللي هو ديجا خلاها كدور ليه في اللاوعي كمصدر ديال الدوبامين. ملي كيولي في المكافاه اللي متعلقه بهذه الاشارات كيتعلم يتوقع يفرز الدوبامين. كينتجو قبل ما يعجبك الفيديو كتكون باغي تسوايبي المره الاخرى كتاخذ الدوز ديال الدوبامين اكثر من اللي فاتت، كتلقى راسك ضيعتي بزاف ديال الوقت حيت اصلا كيعرضوا عليك ما لا نهايه ديال الفيديوهات، يعني الدوز ديال الدوبامين ما كتساليش حيت ما كاينش اخر سوايب. اي اكتيفيتي من بعد غادي دير في حياتك غادي تجيك دقيقه بحال دوزتي ساعه ديال الملل. علاش؟ حيت ما غاداش تعطيك نفس لا دوز ديال الدوبامين اللي كتاخذ فاش كتكون في تيك توك. الا كيبان لك الادمان مرتبط بالديبرسيون الصحه النفسيه حتى ما كيخلي حتى شي بلاصه للمستقبل ديالك. ما غاداش تبقى عندك الكونسونتراسيون باش تقرا ولا تخدم. من بعد بشويه بشويه ما غاداش تبقى عندك كاع القدره باش تفكر حيت واحد لي سيلول عندك في الدماغ بداو كيموتوا. ما حدك تاخذ دوز ديال الدوبامين فابور بلا ما دير حتى شي مجهود كتولي مكلخ، كتبقى تاخذ قرارات مزيانين في حياتك. وهادشي اللي بغاو يوصلوا ليه كاع الشركات باش يتحكموا فيك كيما بغاو. دابا نسولك من بعد ما سمعتي هادشي كامل على تيك توك مازال باغي تخلي لابليكاسيون؟